لأنها هي التي تصنع الأصحاب. هذه الإرادة هي التي تصنع التاريخ. من المزايا المهمة الثانية التي يتميز بها أئمة الدين عليهم السلام والزعماء الدينيين على الزعماء السياسيين غير الدينيين هي صراحة القول والصدق وتبيين الحقائق والوقائع. فالإمام أو الزعيم الديني من منطلق الإيمان والعقيدة يطلع أصحابه وشعبه على جميع الأمور التي ترتبط بمصيرهم ومستقبلهم بكل صراحة وصدق ووفاء، وحتى إن كان ذلك أو في ذلك ضرر أو خسارة. وقد يتساءل البعض، هل صحيح على القائد أن يطلع شعبه بأمور قد تكون هذه الأوراق يستخدمها ويستثمرها الظالم في حمله على الحركة الإسلامية؟ نقول في الجملة لا، ليس هذا المقصود. المقصود هو أن تكون الرؤية المجملة واضحة عند الناس وعند الشعب وعند الأمم، أن تكون المشروعات التي يراد لهذا الشعب أن يسير عليها وأن يمضي فيها أن تكون واضحة المعالم، معلمة الأهداف، واضحة في طريقها وفي نتائجها. فليس كل شيء مطلوب من القائد أن يتحدث عنه بشكل تفصيلي، خصوصا فيما يرتبط بالخطط الفرعية التفصيلية الداخلية. المسألة لا نتكلم عنها، نحن نتكلم في الأفق، نحن نتكلم على أن هذا المشروع مطلوب أن يعرف معالمه الشعب أو الأمة. إلى أين سنتجه؟ ما هي النتائج فيما لو صوتنا على هذا المشروع؟ ما هي الخسائر؟ ما هي المكاسب؟ هذه الأمور ينبغي أن تكون معلومة لدى من يسأل. لأن الهدف الأول لهؤلاء الزعماء هو روح الإيمان وزرع الإيمان في قلوب الأصحاب، وجهودهم يعني جهود هؤلاء الزعماء الدينيين هي في الحقيقة تمهيد لبلوغ هذا الهدف، وهو زرع الإيمان في قلوب الناس. أما التظاهر بما ليس في القلب وإخفاء الحقائق عن الناس وغير ذلك من الطرق التي درج الساسة على اتباعها في عصرها هي أساليب غير مأمونة العواقب. إن روح الإخلاص والنقاء والوفاء والصدق قد تجلت في أئمتنا عليهم السلام، وهم بدورهم أخذوا عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله القائل الأكمل النبي الأعظم قدوة العاملين في جميع المواقف، في جبهات الحرب أو في المواقف الحياتية المختلفة. والحسين عليه السلام ابن أمير المؤمنين وهو الزعيم الحر الأمين سيد الشهداء أبو الأحرار
خير من تنطبق عليه هذه الصفات وهو قدوة لكل الأحرار وللزعماء وللقيادات. من هنا نرى أن الإمام عليه السلام لم يتوانى عن إطلاع أصحابه على المصير المحتوم الذي ينتظرهم، بل ويخيرهم في أن يبقوا معه أو أن يتفرقوا عنه. خيرهم الإمام بما يرونه هم مناسبا. إذا لم تجدوا أيها الأنصار هذا الليل قد أرخى سنونه فاتخذوه سترا وجنبا، ما للقوم طلب غيره. خيرهم. أنتم فكروا بعقولكم، اختاروا بمحض إرادتكم أن تسيروا خلفي وتمضوا معي في مشروع التضحية والفداء والشهادة في سبيل الله، أو أن تتخلفوا عنه. فأنتم في حل، فأجاز الإمام أن يرحلوا عنه ويتفرقوا. هذا الموقف من المواقف الصعبة جدا، حتى أن الأنصار كانوا يبكون يسمع هذا القول من الإمام صلى الله عليه وسلم. فالإمام عندما ينظر إلى الأصحاب ينظر إليهم نظرة عطف ورحمة وحنان. ولم يخفي عنه أي شيء، حتى قال لهم: أنت تموت كذا بكذا، أنت تقتل بالطريقة الكذائية، حتى لو أن هناك من الأنصار من يفكر على أن الإمام سينتصر وسيكون حاكما، الإمام عليه الصلاة والسلام ألمهم وأخبرهم بالحقائق على أنها الطريق طريق القتل، طريق الشهادة، طريق الفناء، طريق بذل الدماء، فلا رجعة بعد. فمن كان فينا باذلا مهجتا موطنا على لقاء الله نفسه، إذا يحمل هذه النفس هذه الروح فليرحل معنا فإني راحل. فلم يخف عنهم شيء منذ حركته من مكة وحتى وصوله إلى كربلاء. فحينما وجد ضرورة تحدث إلى أصحابه، أي منزل ينزله، أي منطقة ينزل بها ويخط رحلة، كان يحدث أصحابه. وخطب فيهم خطبته عليه السلام عند حركته من مكة وكلامه إلى عبيد الله أو إلى عبيد الله الثلاثة: عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر، وإلى أخيه محمد بن الحنفية. وكلامه بمناسبة وصول خبر استشهاد مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة وعبد الله بن يقطن، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فإنه قد أتانا خبر فظيع. فالإمام لم ينفي عليه الخبر مقتل مسلم بن عقيل وهذا بن عروة وعبد الله، أخبره وبأن هذا هو القادم عليكم. قتل مسلم بن عقيل وهذا بن عروة وعبد الله بن يقطر، وقد خذلنا أو قد خذلتنا شيعته في الكوفة، وقد خذلتنا شيعتنا نحن بمعنى أن الإمام عليه السلام خيرهم بالانصراف. هذه المحطة الأخيرة التي في كربلاء على أرض الطاف على أرض نينوى، الإمام عليه السلام خيرهم بالانصراف
عن فلينصرف ليس عليه ذمام ليس عليه منا ذمام راح نحاش وعندما نزل علينا الصلاة والسلام كان ملاخا طفيا قال أما بعد فقد نزل بنا ما قد ترون ألا إن الدنيا قد تغيرت وتمكرت وأدبر معروفها ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة العنب صبابة العنب بمعنى الإناء اللي يقتل من الماء صبابة العنب أو خسيس عيش أو هذا المرعى موجود في البادية هذه حال الدنيا التي تغير كما يعبر ويصفها الإمام سلام الله عليه وسلم وخسيس عيش كالمرعى الوبيل ألا ترون إلى الحق لا يؤمن به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله بعض نسخ يرغب المؤمن في لقاء الله محقا فإني لا أرى الموت إلا سعادة المتصور حينما يسقط الشهيد نحن لا نبكي عليه لأنه سقط لا سقوطه في سبيل الله رحمة الله نبكي على أنفسنا نحن المساكين الذين لا نعلم عاقبته فنسأل الله حسن العاقبة هذه خير العواقب أن يمضي الإنسان ويرحل من هذه الدنيا شهيدا قد تلطخ جسمه بدم الشهادة هذا الدم الذي يسقط من الشهيد يقبضه الله سبحانه وتعالى بيد الرحمة والملائكة الله بيد الرحمة وفي ذلك مقام الحسن في الجنان وكلما كانت الشهادة قاسية كلما كان المقام أكثر فضلا وأعلى مرتبة وأكبر درجة وبقدر ما يخرج الدم من جسد الإنسان بقدر ما يعني تتقاذف همومه عنه حتى تعبر بعض الروايات كيوم ولدت قطب في أم أحد الشهداء في القطيف وهذه واقعة مدرسة بعض الأمهات أعزهم الله إن شاء الله وحفظهم الله تبارك وتعالى بمجرد الولد يعتقد تقوم الدنيا ولا تقوم هذه الأم نموذج ومثال وشاهد على أن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان طاقات أودع في الإنسان استعدادات أودع في الإنسان تلك القابليات التي يستطيع أن يصبر على أبشع الجرائم في التاريخ لا ينزع لا يتقهقر لا يتراجع لا يفقد توازنه في وقت الشدة وفي وقت المحنة هذه الأم سقط ولدها برصاص الغزل والخيار عند الظالمين احتلال لكنها في أثناء التشييع وإذا بها قد لبست لباسا
تزف ولدها، كان رايحة إلى حفلة زواج. ما هذه؟ ما هذه القيمة الروحية تحملها هذه أم التي ينبغي أن يقتدين النساء والأمهات بها؟ مع الأسف الشديد أن هناك من الرجال لا يتحمل هذه المواقف. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يخبر أحد شيعتي: ما أخفيناه عنكم كما وقف الخبر عن كربلاء، ناس كربلاء تفاصيل حصلت عن كربلاء، ما أخفيناه عنكم أكثر بكثير مما أظهرناه لنا. كل ما ينقل لنا فيها من أرباب المقاتل كل هذا قليل مما حصل في واقعة كربلاء. هذا اليوم نقل لنا تفصيلا عن البني الجرفي. فكيف تحملت نساء الحسين؟ كيف تحملت بطلة كربلاء؟ ليست معصومة، زينب ليست معصومة. إذا كان البعض يفكر على أن الزهراء عليه السلام امرأة معصومة تتحمل السيدة الحوراء، ليست معصومة. كيف تحملت؟ كيف رأيت سمع الله بأخيك في مجلس الطاغي؟ كانت تقول: ما رأيت إلا جميلة، إلا جميلة. كانت ترى بأم عينيها الإمام الباقر عليه السلام عمره سنتين، كان في ساحة المعركة، لكن كان بعيدا بينما الحوراء زينب عند جسد الإمام، قريبا من جسد الإمام. عندما أبعدوها قصر جسد الإمام وطأت الخيل قصر الإمام. يقول الإمام الباقر: كنا نسمع تكسير أضلاع جدي الحسين كما تتكسر القوقل. أول ضربة إلى جسد الإمام الحسين 400 متر توجه نحو الحسين. كيف صيرت هذه إلى جسد الحسين؟ يعني بعض السيوف، طعن الرماح والنبال والحجارة، ووطأت الخيل على صدر الإمام، وكل البني حسن، كل البني حسن. كيف رأت زينب ذلك الجسد؟ إذا أردنا أن نتعلم من كربلاء أن نخرج من مدرسة أبي عبد الله الحسين، وقد استفدنا من هذه المدرسة العظيمة، علينا أن نتعلم ذلك الصمود وذلك الصبر العظيم. وهذا المرأة ليس معصومة، أتت إلى جسد الإمام الحسين. فلتذهب الشيعة، كل الشيعة بالأم كلها تذهب، ولا يقتل الإمام الحسين، لأن قيمة الحسين قيمة الحجة على الأرض تختلف. ومع ذلك تأتي زينب سلام الله عليها تحت جسد الحسين، ترفع دمعة شيئا من جسد الحسين. اللهم تقبل منه هذا القربان. مو هذا القربان، لا، بعض الناس قد يقول هذا القربان اليسير. حسين هذا العملاق، هذا الإمام المعصوم،
الذي فضله على الناس كفضل الشمس أو النجم على سائر الكواكب. ألا ترون إلى الحق لا يرى وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله. هذا المؤمن الحقيقي يتبين إذا عُضلت فريضة الأمر فلا يعلم يعلم إذا عُضل بالباطل وانتهي عن المعروف. الإنسان المؤمن يتعطش إلى لقاء الله سبحانه وتعالى أن يقف الموقف أمام الطغاة والظالمين في العصر. لو بقي رحيم فإني لا أرى الموت إلا ساعات الموت القتل في سبيل الله. موت موتان، موت في سبيل الله وموت في غير سبيل الله. موت يموت معه الإنسان وموت لا يموت معه الإنسان، يذهب جسده فقط، أما روحه قيمه مبادئه تتحرح في الموت. لا تموت، فهناك ماض يموت وهناك ماض مخلد لا يموت. الشهداء لا يموتون، فقدنا أجسادهم، أرواحهم باقية ترفرف على رؤوس الأحرار في العالم مستضعفين تدفع بهم نحو التعبير. ولذلك صورة فقط الطريق إلى شهيد سيد الخامنئي ولأمر المسلمين أعلى الله مقامه الشريف، يقول احفروا صور الشهداء على الجدران، احفروها احفروها. هذا مو يقصد إيران. السيد يقول على أن الشهيد كلما نظرت إلى وجهه كلما حببت من روحه ودافعه وحفزك نحو العمل والجد والاجتهاد في المطالبة بالحق والكرم. فأحمي الشهداء ليس بالصور بالمفاهيم بالقيم بالخط بالنهج الذي سلكوه وضحوا من أجله، يجب أن يبقى وأن يكون باقيا مخلدا على الخط حتى تحقيق ما أرادوه. فإني لا أرى الموت إلا سعادة. ما أحلى الشهادة في سبيل الله. دخل الإمام الحسين عليه السلام خيمة الحوراء زينب، أخي أبا عبد الله هل استعلمت من أصحابك نياتك؟ أخاف أن يسلموك عنك. فقال لها بلى أخي لقد بلوت فما وضعت فيه إلا الأشوس الأقعس يستأنسون بالمنية دوني استئناس طفل بمحال أمه. الله أكبر. مهما يتعطشون الشهر هذه الصحبة ليست أيام،
ساعة إلى ساعتين فقط الصوت هي التي جعلت عن في هذا المقام من الدرجة الرفيعة على الله عمر طويل مع أئمة الهدى عليهم السلام حبيب الله مع الإمام كلما يخوض معه معركة قالوا سيدي مولاي أنت وعدتني بالشهادة وأنا كل ما أخذت على الحروب وإياك أنا ما حصلت على الشهادة ما حصلت على هذا الوسام يأتي الحديث عن الإمام أمير المؤمنين إن شهادتك أعلى شهادة فإذا أدركت الحسين أدركت الفتح مع ولد الحسين فأي شهادة لا تعلى على شهادة أصحاب الإمام الحسين عليهم السلام لصحبته لعشقه لمواساته للحسين بعد أن تخلى الناس كلهم عن الإمام الحسين فإني لا أرى الموت إلا ساعة والحياة مع الظالمين إلا شنو يعني إلا الشقاء يعني إلا عناء إلا تعاسى الحياة مع الظالمين ولذلك نقل عن الأستاذ المجاهد أستاذ البصيرة أستاذ عبد الوهاب فرج الله تعالى قال لي أحدهم لا تذكر اسمه يقول الوضع الطبيعي أن في هذا الوضع في هذا الظرف أن يكون الإنسان داخل السجن شنو الظرف الطبيعي؟ يعني الظرف الطبيعي أن يتحرك الإنسان حركة تؤهله إلى الاعتقاد هذا الظرف الطبيعي والحياة مع الظالمين إلا الناس عبيد الدنيا والدين يعلم على ألسنتهم الإمام ما كان يتحدث عن عصره الإمام عليه الصلاة والسلام كان يتحدث بشكل عام في كل عصر في كل زمان في كل مكان الناس عموم الناس منذ آدم إلى يوم القيامة عبيد الدنيا والدين نعم على ألسنتهم في الظروف الطبيعية الكل يتحدث عن الشهادة وقيمة الشهادة في الظروف الطبيعية الكل يتحدث عن التضحية والفداء ومقارعة الظالمين بينما في ظرف الشدة وساعة الوقت تجد لا أحد يتحدث إلا ذاك النفر القليل الناس عبيد الدنيا والدين لعب على ألسنتهم يحوطونه ما دونت معايشه وقت يريد أن يعمل في وظيفة معينة يحاول أن يبحث عن مبرر شرعي هذه الوظيفة يريد مثلا أن يتقاعس عن الجهاد أو عن الدفاع عن المظلومين والمحرومين والمعتقلين والثأر لدماء الشهداء حتى يتقاعس ويقدم الدين
مبررات واهية مثل الدين يحطونه نادرة معايشة. فإذا محسوا بالبلاء قلت من فلسفة الابتلاء أن الابتلاء يعلم الإنسان معدنه، لأن الابتلاء من فلسفته يظهر الحقائق. هذا الإنسان الذي تراه في المجتمع يتحدث عنه البعض هذا زيد من الناس حنين حتى تعرف أن هذا الإنسان في الظرف الطبيعي حنين أو لا. اخلق له موقف يرضيه، اصنع له موقف حتى يرضى. فإذا لم يرضى هذا الإنسان أحكم عليه على أنه حليم. وفي ساعة الرخاء وفي حياة الجعة والراحة لا يعرف مقدم المؤمنين. المؤمن لا يعرف إلا في ساعة الشدة. هل يصبر؟ هل يتحمل؟ هل يمتلك قرار صادق حكيم؟ أم يتزلزل يتقهقر يتراجع؟ فإذا محسوا بالبلاء قد مد لا تستوحشوا طريقا لقلة سالكين. اليوم اللي يتحملكم على القليل، لكن إذا وصلت المرحلة إلى ساعة الصفر وانتصرت الثورة ستجدون المنصات تمتلئ، وستجدون الشوارع تمتلئ، لأنه ليس في بلاء، ليس في شد. فإذا أحسوا بالبلاء قد من أهم النقاط في خطبة الإمام الحسين هذه أسباب النهضة. الإمام عليه الصلاة والسلام تقريبا في أغلب المنازل التي ينزل إليها يعني المناطق عندما يحط رحلة دائما يذكر أصحابه. هذا الخطاب ليس موجه فقط للأصحاب، وإنما موجه للعالم بكل الإسلام وغير الإسلام. لأن الإمام عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن خطابه هذا في تلك البقعة سيصل إلى العالم والمنعية. هذا هو المخاطب خصبة. وهذا الدور الذي استكملت هو زينب سلام الله عليها، الدور الإعلان بعد وقعة كربلاء. فالإمام عليه الصلاة والسلام بين كثيرا وفي مواضع مختلفة عن أسباب نهضته. الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أريد أن أمر المعروف والنهي عن المنكر، وأسير مسير جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي أمير المؤمنين عليهم الصلاة والسلام. وقطعا أن الإمام هو أصدق مثال لذلك المؤمن الذي لا يرى الموت السعادة والحياة مع الظالمين إلا في أحد الأبحاث. هكذا يسأل بحث مطول أن أن يزيد انصرف عن بيعته، طلب البيعة من الإمام الحسين، هل يتوقف الإمام عن دعوته ورسالته وحربته ونهضته؟ وهل الإمام عليه الصلاة والسلام
لو انصرف أهل الكوفة وقالوا للإمام الحسين عليه السلام بعد أن دعوا أن اقدم إلينا نحن لك شيعة، لو انصرف أهل الكوفة عن دعوتهم للإمام الحسين، الإمام الحسين يقتل الكوفة أو لا؟ والمحور حركة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام الأمر في عنك لا يتخلى لا يتراجع، وحتى لو انصرف أهل الكوفة عن قدر الدعوة لقدوم الإمام الحسين عليه السلام، الإمام عليه الصلاة لأنه وعده بالقدوم فهو يجب أن يوفي بوعده وإن نقض ذلك العهد وذلك الميثاق. المسألة الثانية أو النقطة الثانية مسألة الامتحان الإلهي هي السبيل الأمثل، الامتحان الإلهي السبيل الأمثل لمعرفة آراء وأفكار الإنسان وأصالة فكره. هل العلم يمتلك من الأصالة والعقيدة ما تؤهله للصبر والنجاح في هذا الامتحان الإلهي أو لا؟ فكم من أناس يتظاهرون بالتدين ويرفعون الشعارات أطرافا ويلبسون لباس الحق والتدين ولكن عند الامتحان الإلهي وتعرض مصالحهم الدنيوية المادية أو تعرض مصالحهم للخطر ينزعون كل هذه المظاهر ليكشفوا عن حقيقة مقدمهم الرخيص. وهذا الواقع، فهذا ابن فاطمة قد شرب كأس الشهادة وانتقل إلى باريه راضيا مطمئنا، بينما الكثير من أشباه الرجال في عصره ممن حملوا شهادة شعار الدفاع عن الإسلام وأحكامه ودينه لم يحركوا ساكنا ولم تهتز لهم شعار واحد، وهم يعلمون أن الحق كله تمثل في شخص الحسين عليه الصلاة والسلام، لكنهم باسم الدين كانوا يغادرون تقاعسهم عن نصرة الإمام عليه الصلاة والسلام، وقام يقولون للإمام الحسين: أترمي لنفسك إذا جهلك؟ هذا حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهض في سبيل إحياء الإسلام والقرآن ويتصدى لعدو الله والدين ويستعد للتضحية بحياته وأنصاره وإسار أهل بيته وعياله، بينما أولئك المدعون لا يخطئ خطوة واحدة ولا ينبسون لبنت شفا أين عبد الله بن عباس حب الأمة، أين عبد الله بن الزبير، أين عبد الله بن عمر، أين هؤلاء حيث يعتبرون أنفسهم رموز الإسلام كلهم منهم حواشي يمتلكون جماهير توقفوا عن مصدر فتوقف الجماهير حيث يعتبرون أنفسهم رموز الإسلام وحماته المدافعين عن حياضه، لماذا لم يرفعوا أصواتهم بالاحتجاج على الأقل؟
أن يحتجوا على حكم يزيد وما فعله مع الإمام. ألم ينهض الحسين عليه السلام دفاعا عن دين جده وإحياء الإسلام الذي أماته لميه؟ لماذا صمتوا صمت القبور؟ هذا النوع من المحن والامتحانات الإلهية. ومثالها الثور اليوم هو نوع من أنواع الامتحان الإلهي. كل محطة شجة مثل ذلك الذي ينخل صفاء الدين الخلد من الذي يثبت يصمد ثابت الجنان لا يتأهقر لا يتراجع لا يتزلزل. هذا النوع من المحن والامتحانات الإلهية الذي يمحص فيه المؤمنون لحقيقة من المؤمن المدعي الذي يعلو صوته في الظروف الطبيعية على سائر الأصوات ويعتبر نفسه أكثر إيمانا وسابقة من سائر المسلمين. فإذا نحسوا بالبلاء قد ننكر أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.